أطلق اليوم رسميا الأمين العام لمندوبية الحكومة لدى بلدية أنجمينة امتحانات الشهادة الفنية والمهنية بالثانوية الفنية الصناعية، وقد جلس للامتحانات أكثر من 200 تلميذ. المناسبة جرت بحضور مندوب التربية الوطنية لمدينة أنجمينة والعديد من الأساتذة والإداريين بالوزارة. تقرير محمد حسن آدم. 208 من تلاميذ الثانوية الفنية الصناعية جلسوا لامتحانات الشهادة الفنية والمهنية، وذلك بعد 3 سنوات من مداولات الدراسة والتدريبات الميدانية في مجال الميكانيك والكهرباء واللحام وتصليح أجهزة التكييف والتبريد، بالإضافة إلى النجارة الخشبية، حيث ترأست مناسبة الانطلاقة الرسمية لفعاليات هذه الامتحانات الأمين العام لمن مندوبية الحكومة لدى بلدية أنجمينة فيرغو غارباروم، والتي حثت الممتحنين على التحلي بروح المسؤولية والعمل الجاد. من ناحيته مندوب التربية الوطنية والشباب لمدينة أنجمينة قال أن هذه التخصصات تسمح للشباب الدخول مباشرة إلى عالم الشغل والاعتماد على النفس. تقدر تفك من نيجيريا ميكانيك أوتو، تقدر تفك يا تو كراج هناك، دونك تقدر تشيل شارج هناك نفسك. الورك هما يالنا ما بعرفوا بدوروا الا كونسيوم بيبليك الحمد لله. ان زمان التكنيك ده الرئيس الدوله كلها قال شو ده الشيء بجي ينفعنا، لذلك ما عندنا تكنيسيان اون بي با افوار دو دكتور. دكتور كان قاعد ده اللي فو انفيرميانو انستيزيست انو مش ده ما نعرف كل كيف جاري ماشين اولى ان سوكي. المدير العام للتدريب والتكوين بوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة أشار هو الآخر إلى أهمية التعليم الفني في دفع عجلة التنمية بالبلاد، ونشير إلى أن امتحانات الشهادة الفنية والمهنية مقسمة إلى قسمين، التحريري والميداني.